كما استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم معالي السيد زكي محمد وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة. نعم، من خلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة، ومشيدا معاليه بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة في كافة المجالات، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.